واحد من سات سيفن برضو بيقول: أريد أن تفسر لي ظاهرة السقوط على الأرض، وأرى ذلك على بعض القنوات المسيحية، وأرى معجزات الشفاء التي تتم، فإن الشفاء من عند الله، وبالتالي يكون الراعي رجل مقبول لدى الله، وبالتالي يكون اعتقاده سليم، وما يبشر به سليم في اعطائه مسحة الروح القدس. الروح القدس ما يخليش الناس يقعوا على الارض، مش معقول. الروح القدس يقيم الساقطين، مش يوقع القائمين. يعني اللي انتم بتشوفوه ان الناس ياخدوا الروح القدس يقعوا على الارض، ده كلام مش مظبوط. اما انهم ما خدوش روح القدس، لاما ان حكايه الوقوع دي يعني امر له سبب اخر. وفي يوم 50 حل الروح القدس على التلاميذ، ما سمعناش ان ولا تلميذ وقع على الارض في يوم 50. اهو اعظم حلول للروح القدس. والروح القدس بيحل في الرسامة، رسامة الكهنوت. الاسقف بينفخ في المرشح للكهنوت ويقول له اقبل للروح القدس، يقول فتحت فمي واقتبلت لي روحا، وما بيقعش على الارض. والروح القدس بيحل في الاسرار الكنسية كلها، ومش في كل سر واحد يقع على الارض. حكاية الوقوع على الارض دي شغل مش تمام، يعني اوعى تفتكروا ان هو حاجة مظبوطة. ده يخلينا نفكر ايه الشفاء اللي بيقولوا عليه ده. طب ما يشفوهم من الوقوع على الارض.